بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في قناة الجزيرة مباشر، لأن نحن الآن مباشرة معكم مع الفنان نعمان الحلو من المباشرة من المغرب من مدينة طنجة. لن أطيل عليكم، سيبدأ مباشرة في التعريف في نفسه. هو غني عن التعريف المغربي طبعا في الدول في العالم العربي. أستاذ نعمان، مرحبا بك على أهلاً الجزيرة مباشر. أهلا وتنتمنى يكون عطيتي لقطات من الحفل ديالي ومن العرض ديالي، واغتنم الفرصة لأشكر جماعة طنجة لأنه هذه بادرة فريدة من نوعها. هذا المركز أحمد بوكماخ اللي اليوم عملنا الافتتاح ديالو. أحمد بوكماخ هو من كتب دروس كتب القراءة اللي درس فيها المغاربة كلهم أجيال وأجيال في الابتدائي، وهذه تكريم أننا عملنا هذا المركز بمسرح تسع 800 مكان وبمعهد موسيقي وبمعرض للصور، وهذا كله راجع لمدينة طنجة، نشكرها على هذا الجميل. وأغنية طنجة كانت أول مرة أغنيها اليوم، تضاف إلى الأغاني المدن أو الأنثروبولوجيا التي أغنيها. بالنسبة لتعريفي بالنسبة لمشاهدي الجزيرة، الكثير منهم يعرفوني، وأنا عملت ديجا واحد 3 ولا 4 لقاءات مع الجزيرة مباشر. وطنجة هي بلد ساحرة. طنجة تمثل المغرب بطريقة عائد، دائما كانت انترناشونال، دائما كانت وفاعل. داكشي علاش نقول قلبي، اي سر فيك يا طنجة، اي سر فيك قلبي سافر ليك ومرجع، اي سر فيك يا طنجة يا عروسة البغاز، بغاز اللي بين البحر الابيض المتوسط وجبل طارق، لان بيناتنا 14 كيلومتر. كمنجة تعزف الوجود يا طنجة، كلك اسرار كلك الغاز، انغامك توحد البشر وتلغي الحدود. في طنجة تتلقى الجامع والكنيس والكنيسة، وهذه قوة طنجة مجمعين. فأتمنى تكون عجبتكم السفر، وأنا عارف أن عندك أسئلة بغيت تسألها لي. يلا تفضل. بعد قبل ما ندخلوا الموضوع، أنا بزاف ديال الناس هنايا المشاهدين كيشاهدوا غبورات هذه، تبارك الله سي فنان، كل واحد كيسول عليك. خلصوا الموضوع اللي هو الان شاغل الساحه الفنيه والساحه العربيه، فضل. هو الرفض ديالك دخول مصر وقبول دعوه مصر، يعني قبول دعوه حضور حفل ام لقاء ام ماذا كان؟ يعني المشاهدين يريدون ان يعرفوا يعني تفاصيل اكثر عن القصه. شوف، انا الموضوع يمكن اخذ اكثر من حجمه، ولو كنت اعلم انه سيأخذ هذا الحجم ربما ما كنت كتبت التدوين، لانه في البدايه وفي الاخير كان تدوين على صحتي، وخذتها وسائل الاعلام العالمي حتى سي ان ان خذتها. كان عندي 3 أو 4 لقاءات في التلفزيون المصري، وكانت عندي محاضره في احد الجامعات في كليه التربيه الموسيقى اعتقد 7 جامعات الوان عن الموسيقى المغربيه، وكانوا ترتبوا اشياء ثانيه، ورتبت سفري ورتبت فندقي ورتبت طيارتي ورتبت كل شيء. ولكن في الاخير فوجئت وصدم المغاربه كلهم لما استقبل رئيس مجلس النواب وفد ممثل عن ممثل الجبهه الانفصاليه للبوليزاريو. والغريب والمضحك في الامر ان احد المذيعين، وانتم تعرفون المذيعين في بعض القنوات المصريه، قال بالحرف، لخبط الاوراق كلها، قال: ولقد استقبل السيد رئيس مجلس النواب وفد عن الجبهه البوليزاريو الانفصاليه المغربيه. ضرب كل شيء في بعض. كنا نضحكوا، ولكن انا اعتقد ان الفن قضيه. الناس يقول لك الفن لا وطن لا حدود. غلط، الفن عنده وطن وعنده حدود وعنده رائحه، لا يحتاج الى فيزا لكي يسافر، ولكن عنده. فلما نشرتها التدوينه نشرتها مع صوره جد معبره، صوره لي اتتلمذ انا ومحمد عبد الوهاب. رسالة الصورة هو أنه الشعب المصري العظيم تعلمنا عليه، وأنا شخصيا تعلمت عليه، ولازلنا وسوف نظل فنيا ثقافيا شعب رائع. ولكن أن يستقبل رئيس مجلس النواب وفد عن جبهة تحاول أن تكسر بلدي ونروح، غنكون متناقض مع نفسي. ربما ذهابي إلى مصر من عدمه لا يهم مصر في شيء، أنا أصغر من أن أؤثر على القرار المصري، ولكن هو قرار صغير على مستوي الشخصي، وطلبت من الفنانين المغاربة إن كان هذا رأي الشعب المصري أن يحتجوا ولو بالتنديد. ولكن أنا أعلم أن مجلس النواب المصري لا يعبر عن رأي الشعب المصري، ويبقى الشعب المصري شعب حبيب نحبه ونجله، ويبقى أساتذتنا في الموسيقى كبار، ولكن للأسف أساليب الحكم في مصر ما يستاهلوهاش المصريين. هذا عندي منك. كلمة أخيرة للمشاهدين والمتابعين ديالك من كافة الوطن العربي. أنا أتمنى أن المشاهدين يهتموا بالفن المغربي،
لان احنا من المغربي بصفه عامه كفكر مش ظهوري، ما يحبش كثير يتكلم على نفسه، وبالتالي جميع الوان الفنون الموسيقيه المغربيه هي فنون نبيله. فلنتعرف شيئا ما على الفن المغربي وعلى المغرب، لانه بلد لا يشبه اي بلد في العالم، مش لانني انا مغربي، صح انه بلد جميل جدا وبلد السحر والجمال. شكرا لكم.